لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فإن من أعظم ما يؤمر به لتحقيق تقوى الله عز وجل صلاح القلوب وتطهيرها من الشرك والشك والنفاق، فإن النفاق داء خطير من أدواء القلوب والأخلاق، يجعل صاحبه إذا تمكن منه في الدرك الأسفل من النار. قال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالنفاق والعياذ بالله أسوأ أنواع الكفر. النفاق الأكبر الذي يتضمن تكذيب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو بغض ما جاء به صلى الله عليه وسلم. فالمنافق يبطن تكذيب ما جاء به صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبوا في قولهم نشهد، فهم لا يشهدون، قلوبهم لا تشهد بذلك ولا تعلمه ولا تعتقده، كما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وهذا المرض يشمل مرض التكذيب ومرض الشك، فكلاهما ينافي أصل التصديق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا بد للعبد أن يكون موقنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. وأما من كان شاكا في لا إله إلا الله محمد رسول الله
أو في أي أصل من أصول الإيمان، أو في أي آية من آيات القرآن، أو في شريعة من الشرائع المتواترة يشك فيها أو في حكمتها أو في مشروعيتها كالصلاة والزكاة مثلا، فضلا عن أن يكذب بذلك فهو منافق النفاق الأكبر والعياذ بالله. وأصل ذلك تكذيب التوحيد وتكذيب الرسالة أو الشك في أي واحدة منهما، ثم يتبع ذلك باقي أصول الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن شك في الآخرة أو في الجنة والنار أو في مصير الناس للحساب بين يدي الله عز وجل فهو كافر، فإن كان ينطق بلسانه مع تكذيب قلبه فهو المنافق، نعوذ بالله من ذلك. نطق اللسان وحده لا يكفي، حتى يكون معه اعتقاد القلب بل وعمله كما سنذكر في النوع الثاني من النفاق الأكبر الذي هو نفاق اعتقادي ببغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مع المعرفة بصدقه، فإنه من نوع كفر إبليس وإن كان ينطق الشهادتين، لأن إبليس يعلم يقينا أن الله خلقه وأن الله خلق آدم وأن الله هو الذي ينظر الأعمار ويمد فيها أو يقبض الأرواح ويوقن بيوم البعث، وكل ذلك لم ينفعه عند الله، لأن الإيمان أعظم من ذلك. الإيمان لا بد فيه من انقياد القلب وخضوعه وذله لله سبحانه وتعالى والإقرار بحكمته، فأما من يطعن في ذلك ولو كان مصدقا كإبليس الذي قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فهو يؤمن بعزة الله ومع ذلك لم يخضع ولم ينقض بقلبه وأبى واستكبر وكان من الكافرين، فلم ينفعه ما صدق به بقلبه ولا ما نطق به بلسانه. وكذلك المنافق إذا نطق بلسانه وأقر لكنه يبغض الشريعة، يبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يبغض ما أنزل الله، فهذا البغض محبط للعمل كله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وهذا لا يدرك كثير من الناس أنه أيضا نفاق أكبر اعتقادي مع ولود التصديق، وكثير من الناس يظن أنه لا بد أن يكون من باطنه مكذبا، ونقول بل الشك والتكذيب والبغض للشريعة كل ذلك من النفاق الأكبر. قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقد يقول قائل كيف يبغض إنسان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنه يعلم صدقه، كيف يجتمعان؟ نقول كما اجتمع في قلب إبليس يقينه بالله عز وجل وإباؤه واستكباره، وذلك راجع إلى الجهل بحكمة الله أو الاعتراض عليها
وظن أن الله ما شرع ما ينبغي أن يشرع. وكم تجد في أناس من أهل الأرض اليوم يقرون بوجود الله ولكنهم يرون أن ما شرع الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يشرع، مثل إبليس تماما الذي قال أنا خير منه، فكيف تأمرني أن أسجد لمن أنا أفضل منه؟ الكبر والإباء والرد لأمر الله والكراهية لما شرع الله سبحانه وتعالى. كم ترى عند أناس يوقنون بأن الله حرم الزنا لكنهم يرون هذا أمرا من التخلف ومن الرجعية، وأنه يجب أن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة بالحرية. وهم يعلمون أيضا كم من يعلم أن الله حرم اللواط والشذوذ والسحاق المعاشرة بين المرأة والمرأة والرجل والرجل، لكنهم يرون أن ذلك مزاجا شخصيا ليس لأحد أن يتحكم فينا. فهؤلاء وإن نطقوا الشهادتين فهم من المنافقين نفاقا أكبر، يخلد صاحبه في النار بعد أن علم ما شرع الله لكنه يعترض عليه. نعوذ بالله من ذلك. كم من أناس يرون أن جلد الزاني ورجمه وقطع يد السارق والقصاص وحشية وتخلف وأمور لا تصح في هذا الزمان. نعوذ بالله من الخذلان. إن شرع الله سبحانه وتعالى واجب كله أن يطبق، وهو الحكمة التامة والعلم التام. ولا بد لكل مؤمن أن يكون عنده أصل الإنقياد في قلبه، حتى وإن عصى بعد ذلك فقد ثبت له أصل الإيمان بالإنقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أن يأبى ويستكبر وأن يرد الشرع وأن يطعن فيه ويتهمه بخلاف الحكمة، أو أن يكون يعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى من معجزاته فكان إيمانه ضروريا، لكنه لأجل الرياسة والملك الذي كان يرجوه ويتمناه ضاع منه ذلك فأبغض النبي صلى الله عليه وسلم وأبغض الدين الذي جاء به. نعوذ بالله من ذلك. إن النفاق ناجم في مجتمع المدينة بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر، وقد كان المنافقون قبل ذلك مشركين يعبدون الأوثان، وكان رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. لما انتصر المسلمون في بدر قال هذا أمر قد توجه، أي هذا أمر قد بدت ظواهر انتصاره وتمكنه، فدخل في الإسلام نفاقا. وقد رأى المنافقون أو أكثرهم من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلهم لا يملكون إلا تصديقه، مثل اليهود، فقد كانوا كما قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وكما قال عم صفية لأبيها، عم صفية يقول لأخيه حيي بن أخطب أهو الذي في التوراة عن محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول هو والله، فيقول فما تصنع؟ قال أعاديه ما حييت. وكما قال سبحانه وتعالى عن اليهود من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان، أي هما الرجلان من اليهود، فأجابهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال له نشهد أنك نبي،
فأخبرنا من يأتيك من الملائكة. فقال ذاك جبريل، فقال جبريل عليه السلام، فقال ذلك عدونا من الملائكة، لا نؤمن بك ولا نتبعك. انظر إلى فهمهم لقضية الإيمان. أنزل الله في ذلك من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فبغض الحق مع التصديق به لا ينفع حتى يكون فيه حب الشرع، حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. بل حب ما شرع الله عز وجل من الجهاد يجب أن يكون في نفس العبد أكبر من الأهل والولد والمال. قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا النفاق الأكبر بالكفر الباطن بأنواع الشك أو التكذيب أو البغض وعدم الانقياد والإباء والاستكبار لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو نطق الشهادتين. فهؤلاء قد دخلوا في قول الله وما هم بمؤمنين، وفي قوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهناك نفاق عملي يصل إلى الكفر أيضا، وذلك بأن يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا، نفاق في العمل، لكنه يكون مع نطق الشهادتين، كما قال الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وهذا النفاق رغم نطقهم بالشهادتين لكنهم كانوا يحاربون المسلمين، يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في صف قومهم من المشركين إيثارا للدنيا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من أهل مكة أسلموا وكانوا يظاهرون يعاونون المشركين، فانطلقوا في حاجة لهم، خرجوا في تجارة أو نحوها، فقالوا: ليس علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأس إن لقيناهم، ذلك أنهم ينطقون الشهادتين، ولكنهم كانوا يشتركون في القتال ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فقالت طائفة من المسلمين: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت طائفة: سبحان الله، كيف تقتلون قوما قد تكلموا مثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم وأموالهم؟ فأنزل الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، ردهم بما كسبوا. حكم الله بضلالهم وأضلهم سبحانه وتعالى، أضل قلوبهم، وأنزل هذه الآيات في الأمر بقتالهم ومعاملتهم معاملة الكفار إذ أظهروا ذلك رغم انتسابهم للإسلام.
وفي هؤلاء ومن كان على شاكلتهم أنزل الله عز وجل: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هؤلاء المنافقون الذين أظهروا نفاقهم رغم أنهم ما زالوا ينتسبون إلى الإسلام إما بأقوال وإما بأفعال، فمن يطعن في الدين بقوله ويطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصحح ملة من كذبه وملة من كذب القرآن ويقول هؤلاء كلهم مؤمنون ومن أهل الكتاب ونحو ذلك، وكذلك من يطعن من يقاتل أهل الإسلام في صف وجيوش المشركين ويقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ذكر الله عز وجل عن يهود فيما فعلوا بالأنبياء قال: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فقتل الأنبياء كفر بالاتفاق، فإن كان صاحبه يتكلم باسم الدين وينطق الشهادة فإنه منافق النفاق الأكبر، وإظهاره ذلك العمل قتل النبي وكذا سب دين الله عز وجل وكذا السخرية من آيات الله سبحانه وتعالى فإنها نفاق أكبر، كما قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لتشعب هذا النفاق كان الصحابة يخافون على أنفسهم من النفاق، حتى قال عمر لحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين إذ أسر النبي صلى الله عليه وسلم إليه بأسماء 12 رأسا من المنافقين لا يزالون على نفاقهم إلى الموت، فيقول عمر لحذيفة: أسماك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، ولا أزكي بها أحدا بعدك، يعني لا يسألني أحد حتى أقول لم يسمك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليظل خوف النفاق حاصلا في قلوب المؤمنين، كما قال بعض السلف: لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. فالنفاق لا يخافه إلا مؤمن، من يخاف النفاق على نفسه ويحذره على نفسه ويعلم أنه قد يقع في النفاق وربما لم يشعر بعظم ذنبه، فكم من كلمة يطلقها الإنسان وهي عند الله تهوي به في النار 70 خريفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وذلك مرده إما إلى الشك أو التكذيب أو بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بما جاء به صلى الله عليه وسلم. فالاستهزاء بالقرآن والطعن في القرآن والطعن في شرائع الإسلام الثابتة كالصلاة والزكاة والصيام والحج، كمن يقول عن الحج أنه وثنية أو أنه أعمال من أعمال الجاهلية، كيف نطوف حول أحجار وكيف نقبل حجرا ونرجم آخر، هذه خرافات، من يقول ذلك خارج عن ملة الإسلام. فإذا سألته قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو نفاق أكبر والعياذ بالله، حتى وإن كان يشهد الشهادتين، وإن كان أظهر النفاق يعامل بما أظهره، لأن المنافق الذي يكتم نفاقه لا يعامل إلا بما أظهر. قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. لكن المنافق إذا أظهر النفاق بقول أو عمل يظل اسمه منافقا، لكن يعامل بما أظهر،
ويقال عنه ودوا لو تكفرون كما كفروا، ويقال عنه ويقال عنهم أينما أخذوا أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، إذا أظهروا ردتهم ونفاقهم ومع كونهم ظلوا ينتسبون إلى الإسلام، وهذا الذي يسميه أهل العلم الزنديق منافق أظهر نفاقه مع تمسكه بالنطق بالشهادتين، لا يظنن ظن أن مجرد النطق بالشهادتين يعفي الإنسان من كل قول أو فعل بعد ذلك، فمحاربة الإسلام والطعن فيه وحب انتصار الكفار وحب ظهور الكفر على الإسلام والطعن في شرائع الدين والاستهزاء بها، كل ذلك وإن نطق صاحبها الشهادتين فهو النفاق الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعا آخر من النفاق، هو نفاق يؤدي إلى النفاق الأكبر، ولذا سماه العلماء النفاق الأصغر. وغالب النفاق عمل، وإن كان يمكن أيضا أن يكون يطلق على بعض أنواع البدع التي لا تصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. كم تجد هذه الخصال منتشرة انتشارا شديدا: الكذب، خلف الوعد، نقض العهد، الفجور في الخصومة، الغدر بمن كان معاهدا، هذا هو نقض العهد. إذا حدث كذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. لكنه ما زال صادقا في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يريد بها وجه الله، فهذا لا يخرج من الملة بوجود الكذب، لا يخرج من الملة باطنا، لا يكون منافقا نفاق من كذب الله ورسوله، لا يكون منافقا النفاق الأكبر كمن حارب الله ورسوله، ليس كذلك، إنما هذا النفاق نفاق العمل، النفاق الأصغر الذي يؤدي بصاحبه لو تمكن منه، لو ظل معه حتى يصل به إلى النفاق الأكبر. إنها وسائل وطرق، بالمواظبة عليها، بتعود الكذب، يمكن أن يخذله الله حتى يكذب بأصل التوحيد والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصل إلى الكفر الأكبر والنفاق الأكبر. من تعود الكذب وخلف الوعد والغدر والفجر في الخصومة، فإن ذلك ينكت في قلبه نكتا سوداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود بربادا متسخا كالكوز مجخيا كالكوز المنكوس، خرج منه الخير، خرج منه ما كان فيه. قال: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إنه نوع خطير من النفاق، نفاق العمل، وإن كان أصغر لا يخرج صاحبه من الملة ولا يجعله مخلدا في الدرك الأسفل من النار، إلا أنه يخطو خطوات في قبل آخر الزمان تتمحض القلوب على نوعين فقط: إيمان لا نفاق فيه، ونفاق لا إيمان فيه، ويكونون أيضا في استاطين معسكرين على هذه الصفة. وأما قبل آخر الزمان فلا تزال الفتن يتعرض لها الناس، ويكون في القلب إيمان ونفاق، ويكون في العمل إيمان ونفاق، مثل الذي يصلي في آخر الوقت
قال النبي صلى الله عليه وسلم عمن يؤخر صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، فقال تلك صلاة المنافق، ينتظر حتى إذا كادت الشمس أن تغرب بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فكيف بمن يتركها بالكلية حتى تغرب الشمس؟ فكيف بمن لا يصلي؟ هذا أعظم خطر، ليس بينه وبين الكفر شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. لا يلزم من ذلك أنه قد وقع في الكفر والشرك الأكبر، وإنما وقع في الكفر والشرك والنفاق الأصغر، ليس بينه وبين النفاق الأكبر والكفر الأكبر شيء يحجزه عنه، يوشك أن يقع فيه في أي لحظة. وقد قال سبحانه وتعالى عن المنافقين فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه خصال ظاهرة قد توجد في بعض الناس، ليس منافقا النفاق الأكبر، ولكنه يتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، يوشك أن يلحق بهم. لذلك خطر عظيم أن يكون الإنسان مؤخرا للصلاة عن وقتها، فإن ذلك من خصال المنافقين. خطر عظيم أن يتكاسل عنها. ومن هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعتمة، أي العشاء، لأن العشاء في الزمن الماضي كان في وقت النوم. قال ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. بل ترك صلاة الجماعة من علامات النفاق، لكنه كما ذكرنا النفاق الأصغر، نفاق العمل الذي لو واظب عليه الإنسان وصل إلى النفاق الأكبر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أن يصلى في المسجد الذي يؤذن فيه، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. وأخطر ذلك التخلف عن الجمعة، فإن صلاة الجمعة من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن النفاق الأصغر درجات من موالاة الكافرين لا تبلغ درجة الكفر الأكبر والنفاق الأكبر، كطاعتهم في المعصية واتباعهم في مخالفة أمر الله. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا يشمل نوعين، يشمل من كان محبا لما هم عليه من الكفر مقاتلا معهم ضد أهل الإسلام، ويشمل من كان مطيعا لهم في الكفر والطعن في الدين، ويشمل من كان متبعا لكفرهم وضلالهم، ويشمل نوعا آخر أدنى من ذلك. النوع الذي ذكرناه هو من الموالاة المكفرة، لكن هناك نوع آخر هو من المعصية ومن خصال النفاق الأصغر، وذلك أن يطيعهم في المعصية ولا يطيعهم في الكفر، ويتشبه بهم في المعصية ولا يعتقد ما هم عليه من الكفر، ويتابعهم على المخالفة لأمر الله لكنه لا يصل بذلك إلى الكفر، كالذي يعبد المال عبادة شرك أصغر، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. الذي يبيع دينه بالكلية ويكفر لو أعطي مالا أو خميصة أو قطيفة، هذا كفر أكبر ونفاق أكبر. وأما من يقال له افعل كذا
وخذ من المال كذا، كمن يأكل الربا مثلا أو يفعل الحرام لأجل المال، فهذا فيه نوع عبودية لكنها لا تصل إلى عبودية الكفر الأكبر والشرك الأكبر، لكنه فيه خصلة من النفاق. الذي يحب المال إلى أن لا يؤدي الزكاة أو إلى أن يبخل بالنفقات الواجبة على أهله وعياله أو لا يؤدي الحقوق إلى أصحابها إذا استدان أو اقترض أو كان عليه مال يأكل الحقوق، هذا فيه خصلة من النفاق لكنه لا يكون منافقا النفاق الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.